السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامله وبصحه وعافيه. اليوم بيسكره قريب المولد النبوي الشريف، زدت درت لكم فيديو واحد اخرى كيما كوم دابيتود، درت لكم فيديو تاع صناعه الشموع، مشروع صناعه الشموع اللي يحبوا يديروا الشموع في هذا المولد النبوي الشريف ليهم، باش يشبحوا الطابله تاعهم، يفرحوا ولادهم ولا تبيعوهم. فوالا، دونك تبعوني. هاد المشروع اللي جبته لكم، هاد الخطره ماشي اقتصادي، هادو مواد صناعه الشموع، بصح نتوما تقدروا تبدلوهم بيسك راهو قرب المولود، ما تقدروش تشرو هاد المواد ويديروا لكم التوصيل في 3 ايام، تقدروا تستبدلوهم بالشموع العاديه تذوبوهم. فوالا، دونك هنايا انا استعملت صوي واكس، وانتوما شمع الصويا، انتوما تقدروا تستعملوا شموع العاديه. ودرت هذا الملون تاع الشموع الابيض، سينو الى ما عندكمش ملون تاع الشمع اشرو هاد الالوان الشمعيه اللي تلقاوهم في المكاتب اللي يبيعوا الادوات المدرسيه، هادوك الالوان اللي ما يكتبوش اللي كنا نكرهوهم بكري. فوالا، دوك نروحوا ليمول. ليمول عندي هادوما، الا حبيتوا تستعملوا هاد ليمول تاع البابل، الا حبيتوا استعملوا هادوما الكيسان ولا لي غامكا ولا البلارات اللي عندكم، وإلا ما عندكمش تقدروا تستعملوا ليمول تاع الكاطو عادي. فوالا، عندي هذاك الفتيل اللي وريته لكم، عندي البغيون تاع الحيوط تلقاوه عند الكنكاري، ماشي تاع اللي يبيع الحوايج تاع الخياطه، تاع الكنكاري يجي كبير شويه وما يتحرقش تمتم. فوالا، عندي خيوط باش نشبح البلارات تاعي ولا لي غامكا. دونك هنايا هاوليك كيفاش يجي الواكس تاعي، الشمع تاعي. هاد الواكس تاع الصوي، صوي واكس، علاش مليح يا البنات؟ مليح كي تكونوا تذوبوا فيه ما يريحش، ما يهلككمش كيما الشمع تاع الجليسيرين العادي. وإلا ما عندكمش هاد الشمع تقدروا تستبدلوه، انا هاد الشمع كنت شريته من الي اكسبريس. فوالا، هادو مالي برودوي كامل تاع الشمع جبتهم من الي اكسبريس، وانتوما تقدروا تستبدلوا بالمواد اللي كاينه هنايا، وواقيلا كاين اللي يبيعوا المواد الاوليه لصناعه الشموع في الجزائر، نورمال حوسوا عليهم بلك تلقاوهم. دونك هنايا بعد ما ذوبت الصوي واكس تاعي، انتوما تقدروا تذوبوا الشموع تاعكم عادي في حمام مريم ولا اوبان ماري، وديروا الملون تاع الشمع. الا ما عندكمش الملون تاع الشمع تقدروا تستبدلوه بالالوان الشمعيه. ومن بعد انا هنايا درت الزيوت العطريه تاع صناعه الشموع سبيسيال، تلقاوهم شريتهم هنايا في الدائر عند واحد من عين الدفله، ولا غير نسيت اسمو، الا لقيت اسمو والرقم تاعو نحطه لكم هنايا، نحطه لكم ابخي في شورت فيديو. فوالا، دونك بعد ما درت الملون والابيض باش يخرج لي اللون تاعو الشباب، ودرت له درت المعطر باردون، ودرت له الفتيل، ومن بعد حطيته هكا في عود الشواء باش يشد روحو، وخليتهم يبردوا، درتهم هكذا في هاد لي غامكا. وانتم تقدروا تستعملوا نفس الفكره هنايا في لي مول تاع البابل ولا تاع الكاطو نورمال. بعد ما ينشف لي شويه برك، ما يكونش ناشف بزاف، نرمي عليه هكا، ندردر عليه البغيون تاع الحيوط اللي قلت لكم تلقاوه عند الكنكاري. فوالا، وتخلوه ينشف ليله كامله. في واش مليح هاد الواكس خير من الشمع تاع الجليسيرين، ما يدير لكمش الحفره في الشمع تاعكم بزاف، بصح كي تكونوا تخلطوا الملون تاعكم والزيت العطري، هذاك المعطر تقدروا تستبدلوه يا البنات بالمسك. الا ما عندكمش هاد المعطرات استبدلوها بالمسك عادي، المسك تاع الحجره هذاك اللي راهو يتباع تاع الشمع. فوالا، ومن بعد نخلوهم يبردوا ليله كامله، ونقطعوا لهم الفتيل، نزوقوهم هكا بالخيوط، الله الله بالطبع. وقبل ما نكمل لا فيديو تاعي، حبيت نفرغ لكم قلبي،
يا البنات قبل سنوات 8 سنين مارشاريير ولا قبل ما توفي ما انا اللي كنت درت لكم مشروع الاولى في الدائر مشروع الشموع. بصح واحد القنوات نسيت ولا غير نسيت هادوما الزوج جابوا وحده كانت سرقت لي لي زابوني تاعي ديجا من لي كومونتير، جات سرقت لي المشروع تاعي نسباتو ليها، جات في لي كومونتير قالت لي قالت لهم ارواحو انايا انا كنت درت لهم شموع اقتصاديه هذاك الوقت، وهي جات قالت لهم ارواحو انا اللي ندير لكم شمع خير من تاعها. من بعد هذيك القناه راحت دعمتها وقالت لهم للناس باللي هاد الطفله هي الاولى في الجزائر اللي دارت مشاريع اللي كانت تدير مشاريع ليجن، ودارت مشروع صناعه الشموع الاولى في الجزائر، وهي قسما بالله يا البنات غير انا الاولى اللي درت الاولى مشروع صناعه الشموع في الدائر الاولى. بصح في هاد العواشر ما عندي ما نقولهم، نقولهم حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، هذا ما كان ويجي نهارهم نقول لهم يجي نهاركم وتتحاسبوا في الدنيا والاخره، ما نسمح لكمش طول عمري لا نتوما لا هذيك الكذابه الكافيه. فوالا دوك ما عليا غير نقول لكم يا البنات ان شاء الله استفدتوا من لا فيديو تاعي، ان شاء الله نولي بقوه وندير لكم مشاريع بزاف ونمد لكم افكار بالبزاف تستفادوا منها ان شاء الله في القناه تاعي. القناه تاعنا تبقى نقيه مهما كان الحال. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره وتسيوها الى ما حبيتوش ديروا بها مشروع تفرحوا اولادكم في هاد العواشر في هاد المولد النبوي. ما عليا غير نقول لكم امسيه طيبه والسلام عليكم.